شريف نور الدين، إعداد ياسمين مجدي على ميجا اف ام. مساء الخير. مين اللي قال ان اللي ظروفه صعبة حياته كمان لازم تكون صعبة؟ فأشكرك، كل يوم هنسمع حكاية لشخص ممكن تكون ظروفه فعلا صعبة، لكن حياته من أحسن لأحسن كل يوم. وفي أشكرك بيبقى عنده فرصة يشكر اي حد ساعده يكون في المكان ده النهاردة. تعالوا نسمع. اسمك ايه؟ نور؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كويس. ايه القصة العجيبة اللي انت بتحكيها لي دي؟ يعني الناس كلها كوم، حوادث الحرق كوم، وانت في حتة تانية خالص بقى. قال لك انا دخلت بعدين مش عارف بجيب كيس عشان اعمل سندوتشات الصبح، فجأة بوتاجاز صغير انفجر، فلما انفجر انا اغمى عليا، فلما اغمى عليا بقى قعدت اتفرج على كرتون في دماغي. كان ساعتها مغمى عليا، مش عارف، كنت لسه كان عندي 8 سنين تانية ابتدائي، ما كنتش لسه برضو ليا في الحاجات دي. فجأة كده بدأت اتخيل واشوف النار بتمشي وتتحرك وبتشوف اكنها انسان. فبعد كده سألتهم، قلت لهم انتوا بتعملوا ليه كده في الشقة؟ انت مغمى عليك في المطبخ؟ انا مغمى عليا. انت عندك خيال رهيب، ده سبب مخرج سينمائي. اه فعلا كده شفتهم هما بيجروا، هما اللي هما النار. أوه. كانوا بيجروا، كانوا عاملين يحرقوا في اي حته، تمام. فبعد كده سالتهم، قلت لهم انتوا بتحرقوا ليه كده؟ بتعملوا ليه كده طيب في الشقه؟ دي حاجات بتجي بتاعت بابا وما ينفعش انتوا بتعملوا ده. قالوا لنا كده، احنا باردين. باردين بس احنا نار. اي كاس احنا باردين ليه؟ اصل احنا نار. بس كده. فبعد كده فوق لقيت عندنا حضرتك اوضتين، اوضه فيها شباك كبير واسع كده بس ما عنديش بلكونه، اوضه تانيه فيها شباك صغير، فالحتتين كبار. فصحيت لقيت الاثنين وقعوا، ففجاه اتهيالي من ساعتها ما كانش في ناس خالص تحت، اتهيالي ان انا نط. مثلا احنا دك في الدور الثالث، وانا كنت صغير، لو نط كنت نطيت كنت هموت، بس ما نطيتش. فجاه كده ما اعرفش اغمى عليا، ايديا طلعت من بره ما فيش، فالحتتين كبار جدا وقعوا، الناس كلها جريت. بعد كده بقى فوت وخد، لقيت نفسي خدوني في المستشفى هنا في امبابة، موظفين. الكلام ده كله 2010. وانت من ساعتها بقى عمليات عمليات عمليات، ولا ايه اللي بيحصل؟ انت خلاص دلوقتي يعني خلاص فيش تقريبا، مفيش حاجه يعني، احسن بكتير قوي اكيد من الاول. الحمد لله احسن بكتير. بعد كده بقى قعدت انا لوحدي كده زي سنه وشهرين، عقبال ما خفيت خالص من الحروق واقدر امشي واقدر اعمل حاجه. الحروق كانت في جسمك كله؟ اه جسمي كله. بعد كده قعدت سنه وشهرين عشان اخف من الحروق دي. بعد كده بقى فوجئت صراحه ان في رجليا من تحت وفي حتت برضو في الجسم محتاجه عمليات، حاجات كده غريبه بدات تظهر لوحدها. عشان الجلد كمان صغير، عشان سنك صغير، فحاجات كده بتظهر لوحدها. وكمان احنا كنا ماشيين مع ناس بيجيبوا لنا علاج، العلاج غلط. كنا بنحط حضرتك الكريم او المرهم ان نلاقي الحرق مثلا بدل ما هو مثلا 2 سنتي يكبر يبقى 6، فحاجات طبعا كانت غلط. وبعد كده بقى رحنا للدكتور، ساعتها بقى كان في جمعيات بقى، جماعه شرعيه وجماعات تانيه بقى كانت بتساعدنا، قالوا احنا هنوديكوا الدكتور كويس يكتب لكم على مرهم يخليكم ان شاء الله تخف. طبعا خلاص بقى انت بقى عندك عقد من المراهم لان عماله تبوظ بعد ما اتصلت. كنت في الاول العمر كنت رافض، قالوا لي لو حاجه باظت معاك تاني ما تحطش مرهم خالص وهنعمل لك عمليات وتخف. قلت لهم ماشي. بعد كده حطيت لي فعلا حاجات بتتحسن وحاجات احسن، بس بعد كده خلاص اتحسنت خالص الحمد لله. لقيت بقى في عمليات، لازم عمليات، فلوس بقى، فلوس فلوس فلوس. نروح لدكتور لنا العمليه دي بكذا، عمليات غاليه، نقول العمليه دي بكذا، احنا ما بنقدرش طبعا، ناس على قدنا ما نقدرش، مش حد يقدر بصراحه، الارقام غريبه. المهم يعني بعد كده طب جمعيات بقى تيجي بره، لقيت بره مبلغ، لقيت بره معانا كون المبلغ ونعمل عمليه. للاسف الدكاتره اللي احنا كنا بنروح لهم، مش كلهم صراحه يعني اغلبهم، يعني كانوا بيبوظوا العمليه. العمليه كانت بتبوظ رجليا، بدل ما هي تحاول للاحسن تحاول للأسوأ. كنت على الاقل بقعد بقدر امشي واجري، بعد ما اعمل عمليه ما اقدرش اتحرك خالص من على السرير. نروح للدكتور نقول له ماليش دعوه، انا بعت عمليه ماليش دعوه، هنعمل ايه؟ مش هنعرف نعمل حاجه. نروح لدكتور غيره وغيره. انت كل ده انت حياتك ماشيه، انت في مدارس ماشي طبيعي كده، ولا انت موقف كل حاجه عشان القصه دي؟ ما في كل حاجه، كنت بروح المدرسه على الامتحانات بس. بس كنت بتكمل يعني، ما سقطتش مثلا، ما عدتش، ما عملتش؟ الحمد لله انا الحمد لله يعني كنت متفوق في اولى. يا سلام. الحمد لله يعني. ولا زلت؟ الحمد لله. في كام دلوقتي؟ داخل تالت اعدادي. انت فاضل لك زلطه وتخش ثانوي يا معلم ان شاء الله. فكان معروف يعني ان انا كنت متفوق في المدرسه، ساعات بطلع الاول
الأول تاني في الحدود دي، ما بتأخرش مثلا العاشر التاسع كده، ما بتأخرش، معروف عني أنا متفوق. فطبعا انت الحكايه دي بقى اكيد بتبقى حاسس ان انت متعطل، عايز تنجز انت عشان تروح تذاكر بقى، انت مش فاضي. فعلا كنت بخلي صحابي، والدي كان بيروح لهم يجيب لي كتب، بس كده اقرا، بس مجرد قراءه مش حفظ. الاقي نفسي فهمتها، يجي سؤال الاقي سؤال جه في الامتحان حل. كل ده تمام، بس انت وانت ماشي بقى في كل الخطوات ديت، يعني اكيد انت عشان سنك صغير نسبيا فرطه، فانت مخطوف مع القصه ومع البتاعة، فمش مركز قوي انه ليه يا رب بقى وكده وبتاع. بس واضح ان انت يعني ما شاء الله يعني في عائله مربياك كويس. المهم يعني قصدي اقول ان انت اكيد هما كانوا وراك، اكيد بيقولوا لك قدر ربنا والكلام ده كله، بس انت اكيد برضو صغير ومش فاهم برضو ليه، اكيد فكرت يعني. ساعتها كنت بقى ما فكرت ولقيت كده. بعد كده كنا عندنا في المدرسه عندنا دين اسلامي، فسالت المدرس قلت له مستر الحوار كذا كذا يعني كده ليه؟ قال لي يا ابني كل حاجه ليها قضاء وقدر، ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كذا وكذا، الحاجات اللي هتحصل لك بكره، الحاجات اللي هتحصل لك بعد سنتين ثلاثه مكتوب عند ربنا، ربنا عارفها، فما ينفعش انت تقول ليه، انت مفروض تحمد ربنا ان انت لو قلت ليه. فحبيبي دلوقتي انت في اختبار، كان بيقول لي كده، انت في اختبار، يا تنجح يا تسقط، فهتنجح تقول الحمد لله وتكمل وتصبر، الصبر جميل والصبر مفتاح الفرج. انت برضه صغير على الكلام ده، يعني كلام كبير قوي على سنك. مش قصدي اقول انت صغير اللي هو انت يعني صغير، لا، اللي قصدي اقول انه الكلام يتقال لك سهل، بس انت برضه طبيعي في سنك عايز تتحرك ومش فاهم قوي لازم الكلام ده كله، او لا ممكن تكون انا غلطان. لا مش الحوار مش كده صراحه، يعني في اطفال صغيره دلوقتي جسمها صغير بس عقلها كبير، يعني في مثلا اطفال عندهم معلومات مش عند راجل عنده 80 سنه، في فرق واحد من واحد جاهل وواحد متعلم، واحد بيبحث على الانترنت والتاني قاعد على فيس بس. فبعد كده بقى كملنا بقى في مشوار العلاج لحد ما قابلنا جمعيه اهل مصر، ساعدونا قالوا لي احنا حبيبي هنساعدك وهنفضل معاك للاخر. مين وقع في ايده في السكه التاني يعني، مين ايه اللي حصل؟ حضرتك والدي بيشتغل مهندس كهرباء، تمام، فكان بيشتغل عند واحده، فواحده الانسه او مدام ديت بتشتغل هنا في جمعيه اهل مصر، هو حكى لها؟ لا شافتني. فسالت والدي قالت له ايه ده؟ قول لي. فحكى لها القصه، قالت له لا احنا جمعيه اهل مصر بنساعد الناس اللي زي كده، بنفضل معاهم لحد ما خلاص هم يقولوا خلاص وشكرا، خلاص كده هم بينسبوا. فتعرفت بقى الحمد لله بيجيبوا لي مرهم يعملوا عمليات، ربنا يسهل كده اهو. يعني فجأة من انت كل حاجة شايلناها انتوا على كتفكم انتوا كعيلة، وانت اكيد كمان، انه على الاقل في حد بيدعم بقى، حد فاهم، حد عارف انت بتعمل ايه. ساعتها انا كنت قبلها كنت عامل زي اربع عمليات فشلوا، اربع عمليات بيسوقوا، احنا قلنا الدكتور عايز رجليه بس، قال لي هعمل لك ظهرك ودراعك، بوظ ظهري وبوظ ذراعي وبوظ رجلي. مش مطلوب منه اصلا، مش مطلوب منه. قال لي لا انا من عندي كده هعمل لك، زي ما يكون بيجرب فيا، ما اعرفش بيجرب والله. ما ينفعش نجرب في الناس. حضرتك دلوقتي قدامك حصلت معايا دكتور كبير جدا وليه مركزه في الطب عامه، ليه مركزه يعمل العمليه، والدي يفاجئ ان ابنه داخل في العمليه، داخل يعمل ايه؟ داخل يتعلم. انا قعدت في العمليه دي اربع ساعات ونص، عمليه ما تاخدش في دي ساعه ونص، قعدت اربع ساعات ونص بسبب انه بيعلم ابنه. اشكرك مع شريف نور الدين على ميجا اف ام. واضح انت بتقرا، واضح انت بتعمل حاجات كتير، انت بتعمل ايه؟ انا بعمل سيرش على جوجل تكنولوجيا عامه، انا بحب مجال التكنولوجيا، بتابع اخر الاخبار عامه. عايز تعمل كده لما تكبر يعني تبقى مهندس مثلا في القصه دي؟ في حاجات كتيره، في سوفت وير، في هارد وير، انت ايه دماغك؟ في حاجات كتير قوي في السيستم، لازم الواحد يبقى عنده فكره عن ضد اي اختراق. بس حضرتك على تليفون موبايل حضرتك، مثلا موبايل حضرتك لو في صور خاصه جدا، في رسائل خاصه ما ينفعش اي حد يخش عليها فجاه، حضرتك شخصيه عامه اكيد في ناس برضو عايزه تتاذي حضرتك، فانت لازم حضرتك تبقى مامن نفسك، مش مجرد انت تحمل برنامج هيامنني، انت لازم تعرف البرنامج ده يعمل ايه برضه عشان ما يبوظلكش صلاحيات. ممكن بدل ما يامنك ده هو ممكن هو اللي يسرقك. جو جهاز في حاجه اسمها اكسس توكن، الجهاز بيديله صلاحيات، اعمل اللي انت عايزه، خش على الفيس، ابعت الرسائل، اعمل كل حاجه. البرنامج ما بيعملش الكلام ده، البرنامج ذات نفسه عن متن كده ما بيعملش، بس هو مدي صلاحيات انك تعمل كده، مدي صلاحيات. فيجي واحد هاكر يخش يلاقي في عنده صلاحيات، يخش بقى على الرسائل يبعت له عايزه، يبعت اي حاجه من غير ما يعرف الباسورد بتاع حضرتك. مش محتاج حاجه بقى، هو اوريدي عنده اكسس، يعني عنده الاكسس والتوكن، فبيعمل كل حاجه هو عايزه، يقدر يفلك الجهاز، ما يخليش حضرتك تقدر تستعمله غير لما تروح بقى للشركه عشان تعمل له صيانه او تشتري هاتف جديد. فانت حابب ان انت تبقى بعد كده في القصه دي، لسه مش عارف عايز تعمل ايه قوي، بس انت اتجاه ده هو اللي عاجبني. لما انت قلت في ناس تستخدم النت فيسبوك، في ناس تستخدم النت تبحث على الانترنت، وفي فرق رهيب بين ده وبين ده. صح، حلوه قوي الكلمه دي، خصوصا كمان في السن، انه
ده اكتر سن الواحد بيبقى عايز يهبل فيه اصلا. وانت ممكن تكون بتهبل برضه بس عايز كمان تتعلم. لازم الواحد يبقى عنده ثقافه باللي حواليه. في دلوقتي في الهاردات بتاعه الكمبيوتر في حضرتك الهارد بان ما يبوظ وحضرتك ترميه، الشركه اللي عملت الهارد بتاخد الهارد تاني وبتعيد تدويره. طبعا ده مش نصب، ان الشركه بتكتب كلمه مكتوب عليها ريسايكل حاجه زي كده، مكتوب كلمه صغيره كده تحت اسم الشركه مكتوب عليها معنى الكلمه دي، الشركه خدت الملف ده خدت الهارد ده عملت اعاده تدوير اللي صلحت بس الحاجات اللي فيه. هذاك الهارد مثلا لو الهارد ده ممكن مثلا يتباع ب $25، هذاك تروح عند الراجل يضحك عليك يدوا لك $150 بسبب ان ده جديد في كرتونته طبعا وكل حاجه، بس ده جديد. بس انت حضرتك لو لقيت الكلمه دي تعرف ان ده اعاده تدوير، ده مش هيشتغل زي ما الهارد جديد يشتغل طبعا، فحضرتك نصب عليه. ده كلام كبير. انا البرنامج ده فجاه بقى برنامج تكنولوجيا يا جماعه، دخلنا في اي تي هوبا فتمام. طب يا استاذ انت قدامك قد ايه بقى في القصه دي في موضوع يعني عمليات خلاص؟ خلاص يعني انت ايه النظام؟ يعني انت في حاجات كتير لسه عايز تعملها ولا لسه؟ عندي 3 عمليات بس لسه بقى، لسه شويه. انا السنه اللي فاتت كنت لسه عامل عمليه الحمد لله خفيت منها. عايز تاخد بريك بس تريح شويه. تنزل المدرسه خلاص بتروح وبتيجي وتعامل عادي ولا خلاص؟ ها تعب رياضه او كده لسه مش قادر قوي؟ لا قادر بس مش كتير. ساعات العب مع اصحابي كده ماتش كوره، العب معاهم جيمر عادي خالص. لازم تقعدش على الفيس. بس بيلعبوا جيمز حضرتك. صح. انت دلوقتي خلاص ما شاء الله طبعا يعني وشك تقريبا يعني تمام يعني الى حد كبير قوي، بس اكيد كان في فتره كان ما فيش حاجات زياده فيه، مش عارف ايه زياده فيه كان اكيد تمام، وبتنزلوا بتروحوا وبتيجي ومش عارف ايه الكلام ده كله. وطبيعي طبعا في الاسئله بتاعت ايه ده وبعدين. انا مش بتكلم على الكبار، كبار قصدي، بس بتكلم على اصحابك الكلام ده كله. عموما اي حد بيتعرض لحوادث زي دي عموما بيتحط في الموقف ده. لسه حتى بتكلم من شويه مع حد تاني يعني كان بيقول نفس القصه، انه في الفضول الزياده على اللزوم اللي هي الاسئله الكتير قوي اللي هو ده ايه ده؟ ها وهيطلع ازاي؟ ده بيحصل لك صح؟ بتتعامل ازاي؟ لما حد بيقول لي كده بقول له ده قدر ربنا مش هقدر اعمل حاجه، بس للاسف يعني الحاجه دي لو حصلت لك اكيد انا مش هسالك الاسئله دي، فبيسكت. انا هو لو الحاجه دي فيه وانا سالته اكيد هيتجرح من جوه فمش هيرد عليا، فانا بقول له الجمله دي الاول كنت بتضايق دلوقتي بقيت بتضايق قوي. ها مفيش ناس كتير دلوقتي اساسا بتقول لي ان انا كل اي حد بيقول لي بيتعرف عني ان انا بقول له الجمله دي، فمحدش بقى يسالني اساسا. بقيت تدي الوش يعني من الاخر يعني اللي هو سكه بقى. وعموما ده مش صح، انت شايف انه ما ينفعش لما يبقى في حد عنده ايا كان اي حاجه. في ناس بتبقى عندها بس عايزه مش مواجهه الفضول ومواجهه دي، في ناس تانيه عندها مواجهه تاخد منك الايجابيات اللي فيك وتسيب السلبيات اللي فيك او تنصحك. انت مثلا واحد عامل ريجيم عشان هو تخين، فهو عامل ريجيم غلط، بياكل سكريات بياكل حاجات بتخنه اكتر، فممكن واحد ايه ده يا حبيبي انت بالتسامين ليه كده؟ فيقول له مش هيقول له انت مالك بقى كده، هو التاني ده عايز ينصحه. مش عيب لو حد فعلا نيته كويسه ان هو عايز يساعد. اكيد انت مش قايل مش اللي هو لا محدش يعلق خالص وخلاص، لا بس التعليق عن تعليق كيف؟ صح. ده برنامجنا اسمه اشكرك، والهدف ان احنا زي ما انا قلت ان احنا مش عيب خالص لما يبقى حد عدى في حاجه ان الناس تساعد، والناس تساعده بايا كان المساعده ايه. مش بتكلم على التبرع ولو بجنيه خالص، هو الفكره كلها انه حد معاك، حد في ظهرك. ماشي احنا لوحدنا في الاخر وربنا بيدينا القوه اكيد، بس اكيد في ناس برضه بتساعدنا نبقى في المكان ده. انت عايز تشكر مين النهارده دلوقتي في الوضع ده وان شاء الله كمان احسن واحسن واحسن؟ اول حاجه احمد ربنا على اللي انا فين، هو اكيد طبعا هو اللي عامل الخطوات دي طبعا. تاني حاجه اشكر والدي ووالدتي والعيله كلها ساعدوني وادوني دفعه وثقه وكده. تالت حاجه اشكر مؤسسه اهل مصر ان هي بتساعدني وتجيب لي العلاج وتعمل لي عمليات طبعا بمبالغ رهيبه. يعني انا ذات نفسي ما كنتش اتوقع ان انا اعمل عمليات ما ينفعش جنيه. طبعا ده اقل حاجه اقدمها لمؤسسه اهل مصر ان انا اشكرهم، لو اقدر اعمل اي حاجه تاني كنت عملتها. تعمل اهو، انت عارف لما تيجي تتكلم وتقول الكلام ده وتبقى سفير زي ما بيقولوا دي احلى حاجه، لان انت اكبر مثال ان الناس تعمل حاجه حلوه. يا ريت بس يا رب اكون عند حسن ظن. اهم حاجه انت مش محتاج تبقى عند حسن ظن حد، انت زي الفل ربنا يخليك. وزي ما سمعنا نور مش بس شاطر في الجيمز وفي التليفونات وفي التكنولوجي، لكن نور في يوم من الايام هيكون اكبر مهندس اي تي في مصر ويمكن كمان في العالم. لو عايزين تعرفوا اكتر عن مؤسسه اهل مصر اللي ساعدت نور وغيره كتير، تابعونا على الفيسبوك على صفحة ميجا اف ام او على الانستجرام شريف نور الدين. سلام.